يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حبس الحية وغيرها من المؤذيات حتى تموت؟ هل يأتم فاعل ذلك إذا لم يكن له سبيل إلى قتلها إلا ذلك؟ ما يجوز تعذيب الحيوانات، ما يجوز. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الله كتب الإحسان على كل شيء، ولا يجوز أن تتعذب الحيوانات والحشرات وغيرها المؤذية، تقتلها في الحال.